كانت الحركه اليوم؟ الحمد لله اليوم كل شيء كياخذ، الناس واقفه على الجبل. شحال بعتي؟ تقريبا تكون شي 20 سله تقريبا. شحال تقريبا؟ تكون تقريبا شي 500 درهم. الحمد لله. واش غدا من السنه رمضان؟ نفس الثمن 250 رابعه، نص كيلو ب 500، كيلو ب 1000 ريال، نفس الثمن. شحال بعتي اليوم؟ داك الشيء اللي كتب الله بعناه. هاد العام اللي مور رخيص طايح الثمن، ما كانش بحال العام اللي فات كنا كنبيعوا 15 لتر. دابا شحال دابا؟ 15 لتر 13 درهم لتر. هاد العام اللي فات؟ العام اللي فات 15، حقاش كان زايد الليمون شويه. هاد اليوم من رمضان جيتي لهاد المخبزه، شنو هي الاولويات اللي تاخذ من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مبروك العواشر. بالنسبه لينا في هذا الوقت اللي كنجيو كناخذوا الخبز قبل ما يتسالى، هذا كيكون طلب عليه بزاف، فهمتيني؟ وكناخذوا لي بتي بان والشوكولا والحلوى. كدير الاثمنه؟ لا الاثمنه مناسبه، مزيانه انا، مزيانه الجوده. ما زادوش الخبز هنا؟ لا ما زادوش في الخبز، لا الخبز هو الثمن، هو اللي كاين، وكاين الجوده. هذا رمضان شحال تتخرجوا ديال الخبز في النهار؟ على حساب، ما يمكنش على حساب، على حساب الاقبال. اقبال باش ما زاد الطلب، باش ما كان يزيد العرض. كاين الحلويات المغربيه، هادشي ديال بزاف، هادشي الحلويات بحال الشباكيه، بحال باكلاوه، بحلاوه الصفوف، كلشي ديال المسائل اللي مخدوم بطريقه مغربيه كيكون عليهم الاقبال. شنو هو الاقبال دابا ديال الصائمين؟ كل كليان وعنده الشهوه ديالو. حنا كنجمعوا كنجيبوا لهم داكشي اللي تيطلبوا الناس في مناسبه رمضان، ان الناس كيبغيو يتشهاو حتى حاجه. كل انسان وكاين شنو تياخذ، كاين اللي تياخذ اللحام، تياخذ لادان، كاين ياخذ كدجاج سطي، كل واحد شنو تيبغى. المهم حنا تنجيبوا لهم داكشي اللي تيبغيو، هو الجيب هو اللي تيهضر، هو اللي تيتكلم. الانسان كيمشي على جهه الجيب ديالو واللي على قد المستطاع ديالو. حنا الحمد لله كنرضيو الكليان ديالنا، مشيو بخاطرهم، ما كنخسروا لهم حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين، حنا باش غادي كنضمنوا الجوده ديال اللحوم ديالنا اللي كنبيعوا للناس، كناخذوا الورقه ديال الطبيب من عند المصلحه البيطريه اللي اونصا، باش الناس ياخذوا اللحم كيمشيو مرتاحين. في نسبه للفاكهه تيمشي الليمون، الدلاع، التفاح، السوائل، الحاجات السوائل الاغلبيه. بالنسبه للخضار عاوتاني تتكون الدنجال، مطيشه، فلفله، هذا هو الطلب اللي تيكون عندها تقريبا في النسبه العواش ان شاء الله. تقدم من الرباط؟ من العكاي ان شاء الله، من العكاي من تتقدم. والعثمينه كي دايره هذا العام؟ شويه نسبه للخضره طالعه، شويه نسبه للخضره طالعه. بالنسبه للمطيشه كنا تنجيبوها مثلا ب 4 درهم وتنجيبوها ب 6 درهم، يعني تنبيعوها ب 7 درهم ما عندنا، والكليان تيتشكاو بزاف. المهم الله يجعل البركه، هذا هو اللي نقول، الله يجعل البركه.